لينا فترة كبيرة ما صورناش فيديوز، كنت حابب أول فيديو ليا بعد غياب يكون في ظروف أحسن من كده بكتير. الحمد لله على كل حال، مفيش حاجة بإيدينا، يعني أهم حاجة نعملها إن إحنا نستي أت هوم أز ماتش أز وي كان، نحاول ما نتحركش كتير. إن شاء الله هنرجع نصور فيديوز تاني على أوف كلاس، أعتقد دي حاجة ناس كتير كانت مستنياها وناس كتير كانت طالباها. بنعتذر عن التأخير الفترة اللي فاتت، بنعتذر عن حاجات كتير كانت حاصلة، ونتمنى إن الظروف تتحسن والوضع يبقى أحسن من كده بكتير إن شاء الله. هيبقى في شوية إيديتس بسيطة جدا، الفيديو ده هيندرج تحت بلاي ليست اسمها Educational Playlist. الـ Educational Playlist دي هتخص كل طلبة المدارس وتحديدا طلبة Prep 2 Stage. أنا بدرس لـ Prep 2 Stage Second Prep Stage في مدرسة Futures Language School أسيوط. هنشتغل إن شاء الله على ثلاث حاجات: منهج الـ AL اللي هو الـ Advanced Level، ده اسمه Pioneer D plus 1، وده من طباعة MM Publications. دي حاجة الأولى. الحاجة الثانية هنشتغل في منهج الـ OL الـ Ordinary Level the Second Prep Stages من أول Unit 13. الحاجة الثالثة إن شاء الله Literature، هتبقى عبارة عن Novel، هتبقى عبارة عن Poetry يخص Second Prep Stage. كل اللي محتاجه منكم إنك تمنشن أي student في Second Prep Stage، تعمله Invited Page، تعمله Mention في الفيديو ده لأنه هيبقى محتاج ده الفترة الجاية إن شاء الله. وربنا يعطينا على خير الفترة دي، أشوفكم في أول فيديو إن شاء الله. Stay tuned. Bye bye.